أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الموقع بوست: ميليشيا الحوثي تغير أسماء المدارس في عمران. ومن صحيفة الأيام: مديرية في عدن تقيم حفلا لتكريم عامل نظافة. ومن القدس العربي: صدور كتاب في أمريكا لطفلة سورية نجت من الموت. أهلا بكم. في موقع يمن مونيتور ورد عنوان عن ما يواجه التعليم في البلاد: طلاب صنعاء بلا وثائق مدرسية، ومنهج الحوثيين يهجرهم إلى المدارس الخاصة. قال الموقع: فوجئ مئات الطلاب في صنعاء من عدم حصولهم على الوثائق الخاصة بهم أثناء محاولتهم النقل إلى مدارس خاصة، هروبا من ضياع عام دراسي جديد ومنهج الحوثيين المثير للجدل. وتعذرت إدارات المدارس بعدم وجود أوراق خاصة بطباعة الوثائق النهائية لدرجة الطلاب، كما لم تتمكن ولأول مرة حكومة الحرب الداخلية أي صالح والحوثي من إعلان عن الشهائد الأساسية لطلاب المدارس. وقال الموقع إن الطلاب لم يتمكنوا من الحصول على وثائقهم ولجأوا إلى مدارس خاصة هروبا من ضياع عام دراسي جديد ومن التغييرات الجديدة التي طرأت على المنهج الدراسي من قبل جماعة الحوثي للمرحلة الأساسية. من عناوين موقع الموقع بوست عن محافظة عمران: ميليشيا الحوثي تستبدل أسماء المدارس بمسميات طائفية. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي بمحافظة عمران أقدمت على تغيير اسم إحدى المدارس في إطار مشروعها الطائفي وحوثنة التعليم. وقالت مصادر محلية في مديرية عيال سريح بعمران إن ميليشيا الحوثي قامت بتغيير اسم مدرسة الفاروق إلى مدرسة الصمود وحذفها من جميع الكشوفات الإدارية. وتأتي هذه الخطوة بعد إجراءات طائفية للميليشيا من خلال تغيير المناهج الدراسية وزراعة الأفكار العنصرية والسلالية والتمييز الطبقي وتفكيك النسيج الاجتماعي. عن ما هي نجيب، الصحفية اليمنية التي أصدرت أول مجلة في اليمن وتحديدا في عدن، كتب محمد عمر مقاله المنشور في صحيفة الأيام. وقال الكاتب في جزء من المقال: في الأول من يناير 1960 أصدرت امرأة عدنية اسمها ماهية نجيب العدد الأول من مجلة فتاة شمسان من كريتر بالذات وليس من أي مكان آخر، فكانت أول مجلة تعنى بشؤون المرأة ليس في عدن وحدها بل في اليمن والخليج والجزيرة والمغرب العربي. كانت تلك جرأة غير مسبوقة وطموحا لا حدود له. هذه قصة كفاح أخرى لامرأة عدنية تستحق أن تروى بعد قصة كفاح الرائدة التربوية الأولى نور حيدر. عدن تزخر بالمطابع والصحف والمجلات، لكن ليس من بينها واحدة تهتم بشؤون المرأة والأسرة العدنية. هذا وحده كاف لأن يفكر أحد ما بإصدار مجلة من هذا النوع، لكن أحدا لم يفعل غير ماهية نجيب. السنة التي صدرت فيها فتاة شمسان هي التي دخلت فيها عدن لأول مرة. كل حارة وشارع وبيت له هنا حكاية. الصدفة لم تصنع ماهية نجيب، هي جزء من التاريخ الحديث لهذه المدينة، جزء لا يتجزأ من نهوضها ودخولها العصر ومن المجريات السياسية التي كانت تتفاعل في عدن، بحيث لا يمكننا عند الحديث عن المرأة العدنية في تلك الحقبة التاريخية إلا أن نبحث عن المرأة في خضم تلك التفاعلات التي صاغت لنا شخصيات كثيرة. لا يمكن أن نعزلها عن السياق التاريخي العام كما تقول الدكتورة أسمهان العلس أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة عدن. بما يمكننا أن نقول، والكلام هنا للدكتورة العلس، إن هذه الأحداث التاريخية المهمة كانت مدرسة سياسية سيست المرأة العدنية قبل أن تسيسها أحزابها. اقتصاديا، قالت الغرفة التجارية بصنعاء إن جماعة الحوثي جعلت من القطاع الخاص مصدرا للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، وأن الضرر وصل إلى كل مواطن ما يزيد من مستوى الفقر. جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجمعية العمومية للغرفة وإدارات الاتحاد العام لمناقشة التعسفات الجمركية والزيادات الضريبية ضد القطاع الخاص التي بدأ بتطبيقها الحوثيون.
قال بيان صادر عن الاجتماع إن الإجراءات تخالف الدستور والقانون وتعود سلبا على المواطن الفقير، وأضاف قامت المصلحة باستحداث مكاتب رقابة جمركية يقوم فيها موظفو الجمارك في البيضاء وذمار وعمران وصنعاء وبمساعدة النقاط في مداخل تلك المحافظات بإجبار جميع وسائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة وإعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى. وتابع كلما أقدمت مصلحة الجمارك على سن نظام يمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج من المدن للتوزيع إلا بعد الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك مزمن ب48 ساعة ودفع رسوم ومبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح الخروج. إلى صحيفة الأيام والتي اهتمت بتكريم أحد العمال في العاصمة المؤقتة، وعنونت الصحيفة عدن تكرم عامل نظافة بالبريقة لانضباطه وإخلاصه في أداء عمله. قالت الصحيفة إن مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي كرم أحد عمال قسم النظافة بالمديرية تقديرا لجهوده وتفانيه في عمله. وفي التكريم أشاد اليزيدي بالدور المتميز الذي يؤديه العامل محمد ناصر محمد على مواظبته وإخلاصه في أداء عمله من خلال تواجده الدائم في تنظيف الشارع الرئيسي للمديرية شارع الدوح. وأكد مدير عام المديرية أن تكريم العامل هو اعتراف بالجهود التي يقوم بها عمال النظافة، ومنهم الكثير من الجنود المجهولين ممن يؤدون عملهم بتفان كبير على مستوى مناطق المديرية رغم شحة الإمكانات والظروف الصعبة وسلبية بعض أفراد المجتمع. الفلسطيني سمير الزين يكتب في صحيفة الحياة عن صناعة العدو ويقول في جزء من المقال: في كتابه صنع العدو كيف تقتل بضمير مرتاح، يتوقع الفرنسي بيير كونيسا أن يشكل صنع العدو خلال العقود المقبلة قطاع إنتاج ضخم. فمنذ انتهاء الحرب الباردة أربك غياب العدو النمطي السوفيتي الغرب، ومنذ ذلك الحين يحاول الغرب صناعة عدو يناسبه دون أن ينجح في ذلك. فالدول المارقة والحرب على الإرهاب ليست بالمواصفات الملائمة التي شكلها الاتحاد السوفيتي السابق. واليوم وبعد نحو 3 عقود على انهيار جدار برلين وانتهاء الحرب الباردة، ما زال الكلام البليغ الذي قاله الكسندر أرباتوف المستشار الدبلوماسي لميخائيل غورباتشوف آخر رئيس الاتحاد السوفيتي مخاطبا الغرب: سنقدم لكم أسوأ خدمة، سنحرمكم من العدو. يفعل فعله في تخبط الغرب في البحث عن عدو ملائم. لا شك في أن الحرب هي الصانع الأكبر للتاريخ الوطني للدول بصفتها حدثا يدعو للفخر، وبصفتها عاملا يوحد الجميع ضد الخطر الخارجي. بذلك تكون الحرب بين الدول ترخيصا ممنوحا شرعا لقتل أناس لا نعرفهم حق المعرفة بوصفنا أصحاب حق. ولأن العدو يشكل الصمغ الذي يوحد المجتمع، فهو يلبي حاجة اجتماعية ويشكل جزءا من متخيل جمعي خاص بكل جماعة. ولأن العدو يقدم العديد من الخدمات للحياة الدولية، فكل دولة ستستمر في إنتاج عدو يناسبها. وتخترق عملية بناء العدو المجتمع بوصفها عملية اجتماعية وسياسية وثقافية تساهم فيها النخب الثقافية بفاعلية كبيرة. في موقع المشاهد نت: فرار العشرات من مسلحي جماعة الحوثي من جبهات القتال في حرض الحدودية. قال سكان محليون إن العشرات من مسلحي جماعة الحوثي فروا من جبهات القتال في منطقة حرض وميد الحدوديتين مع السعودية خلال اليومين الماضيين. وأضافوا للمشاهد أن مسلحي الحوثي قاموا ببيع ذخيرتهم في المدن والقرى القريبة من مديريتي حرض وميد بربع قيمتها لكي يستطيعوا العودة إلى منازلهم. وأشاروا إلى أن العشرات من المسلحين فروا من الجبهة الحدودية بعد منتصف الليل كي لا يتم اكتشافهم من قبل المشرفين وإعادتهم إلى جبهة القتال. وكانت قوات الجيش الوطني قد أعلنت مقتل 5 من القيادات الميدانية التابعة لمسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم بقصف جوي في جبل أبو النار شرقي مدينة حرض. في موقع سبتمبر نت عنوان بارز: الفرق الهندسية تنزع عشرات الألغام بالبقع شمال صعدة.
قال الموقع إن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية السادسة في محور البقع بصعدة تمكنت من نزع عشرات الألغام والعبوات الناسفة كانت الميليشيا قد زرعتها بالقرب من مواقع شرق سوق البقع. وقال المقدم صالح جفيش قائد الكتيبة الخاصة لسبتمبر نت إنهم تمكنوا من نزع 32 لغما فرديا وخمسة ألغام مدرعة مدرعة روسية و12 عبوة ناسفة خاصة بالتفجير عن بعد مع الأجهزة الخاصة بها. وأكد صالح لسبتمبر نت أن نزع هذه الألغام جاء ضمن عملية تطهير للمنطقة من الألغام التي زرعتها الميليشيا بصورة كثيفة على طول الخط الدولي الرابط بين البقع ومركز مديرية كتاف. يتابع الموقع: تقوم الميليشيات الانقلابية بزرع الألغام بكثافة قبل فرارها من المواقع التي يتم تحريرها على يد الجيش الوطني. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة الشرق الأوسط قالت بأن منظمة الصحة تعلن القضاء على وباء الكوليرا بحلول العام 2030. وجاء في التفاصيل: منظمة الصحة العالمية أعلنت في جنيف اعتزامها التعاون مع منظمات شريكة على القضاء على وباء الكوليرا إلى أبعد مدى بحلول عام 2030. وطرحت المنظمة خططها الخاصة بهذا الشأن، وتتضمن هذه الخطط العمل على توفير مياه الشرب النظيفة لمليارات من الناس، كما سيتم تطعيم الناس ولا سيما في المناطق المصابة. وبحسب هذه الخطط فإن من المنتظر استئصال المرض تماما في 20 دولة مصابة بحلول 2030، كما من المتوقع خفض حالات الإصابة على مستوى العالم بنسبة 90%. وتفيد بيانات منظمة الصحة العالمية بأن 92 مليون شخص يصابون بالكوليرا، أو 2,900,000 شخص يصابون بالكوليرا سنويا، وتبلغ حالات الوفاة 95,000 شخص سنويا. أما صحيفة الخليج فقالت إن الرئيس هادي جدد التحذير من الأجندة الدخيلة للانقلابيين في صنعاء عندما استقبل بمقر إقامته في الرياض سفيري الولايات المتحدة والأمريكية ماثيو تولر والمملكة المتحدة سايمون شيركليف. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ أن اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالعلاقات الثنائية بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع. وأكد هادي سعيه الدائم نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث الأساسية باعتباره الخيار الأوحد والدائم. أما سفيرا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فجددا موقف بلديهما الداعم للشرعية في اليمن وتعزيز التعاون والتشاور لتحقيق تطلعات السلام وأهدافه النبيلة ودعم جهود المبعوث الأممي ولد الشيخ. الجذور الثقافية أصالة مصطنعة، تحت هذا العنوان كتب أستاذ الفلسفة في جامعات إيطالية موريتيسو بيتيني مقاله المعاد نشره في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا في جزء منه. لما كانت اليونان هي المصدر المفترض للحضارة الغربية أو منبعها، اقتضى الأمر تعيين الجذر الأول فقيل كلنا يونانيون، ثم لزم عن ذلك الفحص عن اليونانيين الأوائل والأصيلين فقيل إنهم الدوريون، وبين الدوريين قيل إن الأصيلين هم الأسبارطيون وهم أوائل اليونانيين، والنازيون زعموا أنهم أقحاح ودمهم صريح النسب وغير مختلط، وخلصوا من هذا إلى ما خلصوا إليه ويعلمه القاصي والداني. وعلى هذا المنوال يزعم بعضهم أن اليونان أي أثينا هي مهد الديمقراطية الوحيد، وفي أمس قريب ذهب إيمانويل ماكرون إلى أثينا ليلقي خطبة في تجديد أسس أوروبا ومدح اليونان حضن الديمقراطية، وينسى هؤلاء أن الديمقراطية الأثينية اطرحت من مزاولتها النساء والرقيق والأجانب البرابرة، وهذا كثير. ولا شك في أن أثينا شهدت انعقاد جمعية مواطنين ومناقشتها الشأن العام. وفي أثيوبيا الأفريقية أنشأ قوم الأشولوس جمعية مداولة من غير أن يقرأوا أفلاطون، فالقول أن اليونانية هي مصدر الديمقراطية الوحيد لا طائل منه.
وكانت هذه المزاعم لتكون من غير معنى ولا تستحق المناقشة لولا توسلها ذريعة إلى تمجيد الغرب نفسه، مهد الديمقراطية تجاه بقية العالم. فثمة خطر يترتب على نصب النفس الديمقراطية الحقيقية والأصلية. وعلى القول نحن الغربيين نعرف وأنتم البرابرة لا تعرفون، وإقرار هذا على صورة معتقد وإيمان. وتاريخ بدايات روما مثل على سبق الخليط، فروما في أوائل أمرها كانت ملجأً، ولا يقتصر ذلك على مزيج من البشر قدموا من مكان آخر. فيروي بلوتارك في سيرة المقارنة أن من أنشأوا المدينة حفروا حفرة ودعوا كل واحد منهم إلى إهالة حفنة من التراب في الحفرة أيًا كان مصدر هذا الواحد، وعلى هذه الصورة أنشأوا الأرض المختلطة التي بنوا عليها المدينة. وفي أثينا غلب التوطن على النسب ورجحت الإقامة على الأصلاب، فمن ولد على هذه الأرض كان أثينيًا. في الأخبار المنوعة لصحيفة القدس العربي، صدور كتاب في أمريكا لطفلة سورية نجت من الموت. قالت الصحيفة صدر كتاب في الأسواق الأمريكية باسم العالم العزيز للطفلة السورية بانا العابد التي لاجأت لتركيا وعائلتها عقب فك حصار مدينة حلب العام الماضي، واستقبلها الرئيس رجب طيب أردوغان. بانا 8 أعوام التي اشتهرت بتغريداتها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، نقلت من خلالها معاناة الأطفال في الحرب السورية المستمرة منذ 6 سنوات، تخاطب العالم حاليا بكتابها الجديد الصادر باللغة الإنجليزية. ومن المنتظر أن يتم تنظيم فعالية بكلية الحقوق في نيويورك لتوقع العابد كتابها الذي بدأ توزيعه من خلال موقع أمازون الإلكتروني. وفي ديسمبر كانون أول الماضي وصلت بانا إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا بعد خروجها وعائلتها على متن حافلات أجلت مدنيين من أحياء حلب المحاصرة. واستقبل الرئيس أردوغان العابد وعائلتها في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة بعد ترحيلهم لتركيا وتم منحهم الجنسية. ما زالت أصداء القرار السعودي بالسماح للمرأة بقيادة السيارات تتردد بقوة في الصحافة البريطانية، ونشرت صحيفة آي جزءا من مذكرة الناشطة السعودية منال الشريف والتي نشرت مؤخرا بالإنجليزية، نشرت واسترجعت خلالها أول تحد قامت به للسلطات السعودية فيما سمته طريق القيادة نحو الحرية. وقالت الشريف إنها لم تتوقع أن المقطع المصور الذي نشرته في عام 2011 أثناء قيادتها للسيارة في شوارع الرياض ليلا سيحدث كل هذا التأثير، مضيفة أنها تلقت كثيرا من الدعم المعنوي من زملائها في أول يوم عمل لها بعد نشر الفيديو على موقع اليوتيوب. وأضافت أنها لم تصدق أن الفيديو أصبح الأكثر مشاهدة في أنحاء المملكة، حيث حقق أكثر من 700,000 مشاهدة في غضون يومين. وذكرت منال السعوديون كانوا يعرفون جيدا السبب وراء هذا الاهتمام، حيث قادت السيارة في وقت كان ذلك فيه من المحرمات وكانت أيضا كاشفة وجهها. ولم تنس الشريف أيضا التحذيرات والرسائل التهديد التي بلغت حد التهديد بالقتل وما وصلها عبر البريد الإلكتروني الخاص بعملها، وأوضحت أن الوصول إلى مكان عملها كان سهلا نظرا لأن الشركة تتيح على موقعها أسماء العاملين بها وعناوينهم الإلكترونية. بغداد أربيل، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج. حين تخضع الجغرافيا للسياسة أو تتقاطع معها على الأقل تصبح المسافات مرنة ونسبية وتطول وتقصر بمقاييس أخرى غير الأميال، والمسافة بين بغداد وأربيل على امتداد تاريخ العراق الحديث كانت قصيرة نسبيا وتحسب بالأميال فقط، لكنها الآن مهددة بأن تطول تماما كما استطالت المسافة ذات يوم بين بيروت الشرقية وبيروت الغربية وبين صنعاء وعدن ورام الله وغزة. فالانفصال أو التفكير به يشمل ما هو أبعد من علم ونشيد وعاصمة ويهدد الذاكرة الوطنية بالخصخصة وإعادة رسم التضاريس، لكن مثل هذه الظواهر لا تحدث لمجرد صدور أوامر سياسية، وللتاريخ حيثيات أخرى، وعرب العراق وأكراده تعايشوا تحت سقف الدولة الواحدة زمنا طويلا وثمة قواسم مشتركة في المعتقدات والمصالح والجغرافيا ذاتها. وانفصال كردستان على النحو الذي يسعى البرزاني معناه تحويل الدويلة إلى زنزانة والعاصمة إلى مجرد اسم يتردد في النشرات الجوية ودرجات الحرارة.
المسافة بين بغداد وأربيل لا تقبل المط بالقوة، بحيث تصبح آلاف الأميال. والكردي ليس نقيضا للعربي أو مجرد جار له، إنه شريك في الذاكرة والمصير. وحين يدشن الاستفتاء في كردستان مشروعا أو متوالية من التقسيم العرقي والطائفي، فإن الخسارة ستكون موزعة بالتساوي بين كل الأطراف، تماما كما أن هذه الأطراف تغتني بالتنوع والتعدد في نطاق الدولة الواحدة. والمفارقة أن هذا العصر الذي شهد تدمير الأسوار بدءا من سور برلين، هناك من يحاولون السباحة ضد تياره، وقد سبق لبعض الغلاة أن فكروا ببناء سور داخل بغداد ذاتها يفصل الأعظمية عن الكاظمية ويشطر الجسد الواحد إلى جسدين، بحيث يعيش بنصف قلب ورئة واحدة وساق واحدة أيضا. صور متنوعة وساحرة في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.